متابعينا معنا السيد بلعباس، هذا موال من ولاية الجلفة البيرين. راح نسقسيوه على الأسعار وراح يقولنا الأسعار اسكو راح تنزل ولا راح تبقى هكذا مرتفعة بسوق البيرين. نقول لك تنزل ولا تبقى هكذا، ولا ذيك العلم عند ربي سبحانه، لكن السوق راه دار بنسبة كبيرة سورتو المال خشين دار بزنين لور. كيفاش دار؟ ما فهمتش. ولا في السومة مال خشين ولا في السومة والناس شارية ولا في السومة حبي يقول هبط هبط رجع داكور صح. قل لي الكبش الخشين تاع 7 ملايين شحال ولا؟ ولا ب 5 ملايين الكندوز. شوف انا تاجر نبيع العلف، معليش اسمح لي هذا يقطع لي الكندوز، معليش انا نبيع بالعلف وعموه في نفس الوقت. داكور تراجعت من مليون حتى ل 2 ملايين، هذا بالنسبة للكبش الخشين والرقيق مازال في السومة تاعو، والناس اللي شراو من رمضان لهون شراو بالغلاء. راه اليوم راهم يخلوا في الدرام، راك معايا يا شيخ؟ اليوم راهم يخلوا في الدرام اللي شراو من رمضان لهون صح، واللي شرا بكري راه ثاني تعب. وعلى بالك الاسعار تاع العلف غاليه وانا نبيع فيها. المايس اللي يقولوا المجبار لحق حتى 750، اسمح لي القندوزه، والمداوي 900 950. لا 750 انا نبيع بها. اسمح لي الشعير لحق 600 حتى 650. الموال باختصار راه في مده 6 شهور 7 شهور تاع التربيه تاع الكبش صار من 2 جنيه حتى 3 ملايين، وكيدي مليون جنيه عام كامل انا نحسبها مش دراهم. علاه؟ لانه الكبش ماكل 3 ملايين ومو ماكله 3 ملايين راهي 6 ملايين، والمصروف تاع مو يطلعوه على الكبش. داكور قل لي علاش النعجه كاين بزاف تعليقات في القناه راهي تقول اسمح لي نكمل الفكره. كاين تعليقات بزاف في القناه راهي تقول علاش النعجه رخيصه على الكبش، تقدر تفهمنا؟ اولا النعجه مش رخيصه، راهي في متناول الجميع من 4 ملايين 45 حتى 5 ملايين. وثانيا الكبش المصروف تاعو وتاع امو يطلعوا على الكبش. الفري تاع النعجه يطلع الخروف، باش الناس تفهم مليح. الخروف يشروه صغير من 3 ملايين حتى 4 ملايين حتى 5 ملايين. ياكل مليون، قلت لك ياكل من 2 ملايين وطلع، هذه المده طويله، والمصروف تاع امو يطلعوه على الخروف. هذا بالنسبه للموال اللي يربي النعجه. هذا الواقع. هذا العام راهي تقول باللي الحصاد في العديد من ولايات الوطن كان مليح. دوك الاعلاف اسكو راهي راح تهبط ولا حتبقى هكا؟ مادام الحصاد تاع السنه جا مليح في العديد من ولايات الوطن. جا مليح بالنسبه للرش المحوري. امطار السماء جات، ولكن الناس اللي حصدوا راهم صارفين. وما عندوش دور بتربيه المواشي. موضوع الحصاد ما عنديش فكره فيه. انا مول على كل حال. خويا هضر معليش. مام الحصاد هذا مام العام جا روطار الشيخ. روطار شفناه من افريل وماي. راك معايا؟ والناس راه صرفت المده الاخيره. المده الاولى من سبتمبر هما يربوا الخروف حتى لمارس. هذوك 7 شهور صارفين فيه مصروف كبير. معايا هذوك 7 شهور صارفين فيه فوق 2 ملايين بالنسبه للكبش. كل عود نحكي لك المصاريف راسك يحبس. الخدام من جهه من 4 ملايين 5 ملايين هذا بالنسبه اللي يدير خدام. المرض اللي يباتوا يعسوا فيه. الدوال البيطري من 150 حتى من 100 ل 150 الخروفه، هذا بالنسبه للدواء برك. كلا الارض الموال والموت اللي عنده 100 200 4 5 صدقوني بالله راه يعاني الموال. ايه عندك حاجه، هذا الغلاء الوقت التالي اللي يتفاق الحدود راه التاجر يدي اكثر من الموال. نعودوا صارحين، الموال شيخ دخان، الموال قد ما يبيع صدقوني غا خاسر. لانه شوف عام كامل هو ينتظر يدي مليون بالنسبه للوقت اللي انا فيه مش دراهم. هذه معرفتي كشخص. قل لي كاين هذا السؤال حبيت نطرحه لك، اللي هو قل لي الثروه الحيوانيه فيما يخص المواشي العام اللي فات احسن ولا هذا العام؟ العام اللي فات خير اخويا. راني نسقسي سكسي فيه هو، معليش. الحيوانيه تعود العام اللي فات اكثر من سنه، ولماذا؟ لان هذه السنوات الاخيره هذه السنتين الناس عاد ما تربيش الماء. تفضل الحاج عقبوا منه. النسبه تاع الماء نقصت، انا واحد من الناس كانت عندي نسبه كبيره تاع غنم. رغم انني عندي العلف وعندي الفو نقصتها، اللي كانت عنده 600 راس بقى 300. بمعنى انه التكاليف باهظه. التكاليف باهظه.
كان بايضة الناس بعت النعجة. دكتور قل لي اسمح لي مستقبل تربية المواشي في الجزائر إلى أين يتجه وراه رايح؟ يتجه في خطر ويتجه إلى إلى الهوية. دكتور صح وشنو النداء اللي توجهه أنت يا باش الثروة الحيوانية تاع الجزائر ما تدخلش في الخطر هذا؟ أولا الدعم من عند الدولة. موال مش اللي يجي يقول موال، لازم الدولة تدور على الموال الحقيقيين تعطيهم. أصلا اللي راهم يدوا في الشعير 5% موالين صحاح. أنا واحد من الناس موال، والله ماني ندي في قنطار، نحكي على نفسي موال عن جد عن جد، والله ماني ندي في قنطار شعير في العام. والموال الحقيقيين راهم يخدوا عليا في العلف، يعطونه 10 قناطة في العام، 10 قناطة ياكل مخوف ولا بنبنو ولا بنو. وبكل صراحة الكبش شحال ياكل في العام؟ اثنين نقول هنايا. الكبش في العام شحال ياكل؟ ياكل حتى 3 ملايين. 3 ملايين. 2500 3 ملايين. هذا كبش. ياكل 4 ملايين. والخشين الخشين كما قال لك ياكل حتى 4 ملايين. ياكل 4 ملايين. لأنه ياكل في النهار من 15000. أنا لاحظت 5 ملايين. من 15000 ل 20000. كياكل غزوش كيلو على 750 15000. ومش العلف وحده، خدام دواء بيطاري لفرين اخر يموتوا له الخرفان الموت ما قالك الشيخ قندوز. خلينا من العقرب، خلينا من التقاليد هذيك. قل لي وشنوها، اسمح لي وشنوها احسن سلالات الكباش والخرفان اللي لازم احسن سلالات بطبع الحال يعرفوها اللي لازم نطوروها في الجزائر؟ اول بسكره بصفه عامه ولا جلال. ثانيا جلفه واحد اللي البيض بصح سلاله زينه. لا المسيله ما نساوش المسيله او قندوز معانا لا نعود الدوار المسيله ثاني المسيله نطلب من الدوله، نطلب من مؤسسه العموميه السلطات المعنيه انها دعم الموال. هذه اخر كلام ان شاء الله يكون السماء يكون وصل النداء تاعكم. شكرا على شكرا على المعلومات، يعطيك صحه. شكرا يعطيك صحه. اذا مشاهدينا كما راكم تشوفوا معنا الان على المباشر، راهم متواجدين بسوق البيرين لولايه الجلفه. التغطيه راهي ما زالت مستمره وحصريه لاسعار الكباش لعام 2022. نذكر المشاهدين انه اليوم هو اخر سوق لمدينة البيرين ولاية الجلفة قبل عيد الأضحى المبارك بأيام. إذا متابعينا الخرفان هنا يا راه معطيين 37 3 ملايين و700، والبيع هنا يا راه يقول شحال البيع ما على بالكش. داكور هذو شحال عندهم؟ 7 8 8 شهور 9 راه يقول العمر هنايا 9 8 شهور. صور كبش تشين. اذا متابعينا عندنا عرض اخر. هادو اللي راكم تشوفوا فيهم خروفات والعمر تاعهم راه يقول بين شحال لا العمر تاعهم بالشهر بالتقريب شحال؟ شحال عندهم؟ 7 8 راه يقول عندهم بالتقريب من 7 إلى 8 أشهر. هذو ما تاع عيادة. كاينة هذيك راه ماهيش قادرة تنفس، هذه رخي عليها رخي لها. والسعر هنا راه معطيين شحال؟ 28 راه معطيين 28 و20. هاد العياده تاع انسان زوالي قيسو قيل قيس حالو اللي ما قدرش اللي ما لحقش. والبيع شحال راك تقول هنا؟ البيع قول لي انا ب 3. لا قول لي شحال عطيني البري اكزاكت. 33 راهو طالب 3 ملايين و300. هنا كاين خروفات ملاح. السعر هنايا تاع انسان بسيط اللي ما قدرش قيس وقيس حالو. اخي كريم تخلي لي رقم الهاتف تاعك، خلي لي النيميرو تاعك، والله ما تندم خليه لي، دير النيه خليه لي. اذا متابعينا رقم الهاتف هو هذا، لازم تتواصلوا معاه. قول لي تشوف 06 67 78 29 54. وين يسيبوك؟ المنطقة بوكزول، هذا جانا من بوكزول، تقدروا تواصلوا معاه. اللي ما لقاش
يقدر يتواصل مع هذا. قال لكم البيع، قال لكم البيع هنايا 33 3 ملايين و300 الخروف. جيت معاه انت وصوروك معليش معليش هاوليك. هذا هو مول الخروفات تاع 3 ملايين و300، تقدروا تواصلوا معاه، جانا من بوكزول. شكرا على الثقه، يعطيك الصحه. اذا متابعينا، هذا الخرفان قال لي البيع، سعر البيع راه يقول لي 43 49 4 ملايين و900. وفيها مساعده ولا ما فيهاش؟ فيها مساعده. قال لكم فيها مساعده. خلي لي رقم الهاتف تاعك، رقم الهاتف. اه خلي النيميرو، قول لي تشوف. اذا متابعينا، رقم الهاتف هو، شوفوا انا وين نشوف، وين نشوف السعر، سعر شويه مناسب، نجيب رقم الهاتف. قول لي النيميرو تاعك. 076 77 37 62 45. المنطقة وين يصيبوك؟ بيرين. هذا تلقاوه في البيرين. هملك هملك الخرفان تاعو كيفاش دايرين بالتقريب. صح الى عيطوا لك الناس ساعدهم، الله يرضى عليك. الناس ما قدرتش تشري. شكرا على المشاركة، يعطيك الصحة. إن شاء الله. إذن متابعينا، السعر هنا راه معطيين بين 8 و75. هاد الخرفان اللي راكم تشوفوا فيهم بسم الله ما شاء الله، هادو ما ثنيان الله يبارك، والسعر راه معطيين بين 8 و75. هادو عاطيين 8، هاد الكحولة تقريبا كامل مقرانين، هادو مثنيان، وهادوك بيوضة، هادوك راه معاطين 75. كيف كيف هادو مثنيان. هاد السلعة جاتنا من ولاية المنطقة أخي الكريم، جلفة. هاد السلعة جلفاوية. والبيع شحال راه يقول هنا أخي الكريم؟ من عند الشاري. البيع راه قريب ولا مازال بعيد؟ قريب. راه يقول أنه البيع راه قريب إن شاء الله. اذا متابعينا، هنا عندنا علوشات تاع الزواوله، انسان زوالي بطبيعه الحال، لازم ناخذه بعين الاعتبار. كاين اللي يقدر يشري، كاين اللي يقدر يشري حاجه كبيره، وكاين اللي ما يقدرش، كل واحد ومقدوره. العمر هنا راه يقول بين 7 و 8 شهور، 8 شهور اكثريه ما يقدروش يعيدوا، عيدوا ولا هذا اكثريه. قل لي هذو قارسهم نتايا؟ لا لا، ياكلوا بشعير ويصرحوا. قال لكم ياكلوا شعير ويصرحوا. من جيتنا انت المنطقه؟ عين بوسيف. عين بوسيف جانا، من عين بوسيف. داكور، شحال طالب فيهم انت؟ 35 برك. 3 ملايين و500. داكور، قل لي، تخلي لي رقم الهاتف تاعك باش يتواصلوا معك الناس. خلي لك. داكور، اذا متابعينا، رقم الهاتف هو، راكم شفتوا السلعه تاعو بالتقريب، 07 94 69 07 07 86 المنطقة الكاف الأخضر. هذا جانا من الكاف الأخضر، تحياتنا الناس الكاف الأخضر. تقدروا تواصلوا معاه، السلعة مازال كاينة؟ مازال كاين، مازال كاين. داكور، السلعة راهي مازال كاينة. الله يرضى عليك، تهلا برك في الزوالية. هذا ما كان هكذا، تهلا فيهم ما. شكرا على المشاركة.
صاري ما كان لا نصيب حبه. صافي ما كاش نفس. اذا متابعينا هاد الخرفان راه معاطين 39 والعمر هنايا بالتقريب شحال 6 شهور. كي نسقسيه نقول له بالتقريب حب يقول الخروف صغير، نحب انا نحب نعرف شحال عنده من شهر. داكور، وسعر البيع شحال يقول هنايا 39. قال لكم راني طالب 39. هاد الخرفان جاونا من ولايه واش من منطقه هادو؟ جلفه. هادو ما من الجلفه، سلعه جلفاويه. تحياتنا الناس الجلفة مجددا. ذكر المشاهدين انه اليوم هو اخر سوق لمدينة البرين لولاية الجلفة. التغطية راهي ما زالت مستمرة وحصرية لقناة دنيا تيفي. قل لي يا اخي الكريم البيع شحال قلت لي؟ قل لي انت شحال طالب؟ 39. على بالي بصح انت شحال طالب بالتقريب؟ مازالو. قل لي سومتك باش نفتح لك السوق. السوق من 45 ليه؟ من 45 ليه؟ راهو طالب 45. إذا متابعينا جونا هاد المواطنين جونا من الجزائر العاصمة. قل لي انت شحال ساومت وما باعولكش؟ 7 ملايين ونص وما باعوليش، وزدنا لهم 200,000 فوق 7 ملايين ونص وما حكاش البيع. ماني مستات ملي بحال السوق وانا في السوق. ما حب لا ينقص لا يزيد، واف غير زيد 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 زيد. خويا الزوالي لاك تشوف فيا. ربي يكون معاكم يا. ان شاء الله. هذا واش نقول لك. شكرا يعطيك صحة. إذا متابعينا هنا عندنا نعجات العمر هنا راه يقول سداس. هذوما كاع سداس وهذوما معليش سداس ولا ست كيف كيف؟ لا ست معليش هما في المصطلح تاعهم يقولوا يقولوا ست معليش. العمر هنايا ست كما 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 قلت لي. والسيد هنايا عطاوه شحال عطاوك هنا؟ عطاو له 32 و60. والبيع هنا راه يقول رانا نقولوا 4 ملايين. النعجه هنايا راهو طالب فيها 4 ملايين. قال لكم هذه النعجه تاع موس تاع ذبيحه. اسمح لي. كاين مناطق في الجزائر العاصمه ما عندهمش مشكل يذبحوا النعجه، وكاين مناطق لا لازم يشيروا الكبش. كل منطقه كل منطقه والافكار تاعها والثقافه تاعها. راه ما نشوف هذوك المقرين هذوك. اي هذا قلب. اذا مشاهدينا هنا عندنا ثنيات وعندنا خروفات. هذو مشابين بسم الله ما شاء الله الله يبارك. قل لي هذه النعجه وش من المنطقه؟ برين. هذه السلعه جلفاويه. هذه السلعه جلفاويه. شوفوا النعجه والخروفه تاع الجلفه البيرين كيفاش داير الله يبارك. صور مولاها ورا شي بالراس هذاك. راني جاي ليه. هذاك هو مولاها الله يبارك. قل لي شحال راك مطالبين هنا؟ احنا قلنا لهم 45. راه مطالبين 45 4 ملايين و500. مول النعجه راه هنا هاوليك وراه. اسم الكريم كيفاش؟ عيسى. الله يبارك. تمنى من البيرين. ايه منها. الله يبارك. كيفاش راك تشوف الاسواق اليوم؟ الاسعار اليوم عفوا. يا ودي راها طال الارض ورا هذه الاسعار النعجه راه ما يمات لنا خويا. الشعير ب 700 مجبار بمليون ورا حاط نقالك ب 400. اليوم تشوف راها في اليوتيوب. هي واش نلعبوا. واش من قناه نشوفوهم عشوائي. هذه دنيا تيفي. ادخل يوتيوب اكتب دنيا تيفي تخرج لك القناه. وشكرا على المشاركه عمي عيسى. يعطيك الصحه. بارك الله فيك شكرا. البارح هيا اذا مشاهدينا هنا راه معاطين 52. هادو ما خرفان مازالوا صغار مازال ما كسروش. والسيد اللي عطاو له 52 صوروك معليش بعد الاذن تاعك. داكور هاوليك وراه اللي عطالو
52 داكور. وهذا المواطن جانا من جيتنا تايا؟ انا من البيرين. من البيرين داكور. راح تعاود البيع؟ نعاود البيع داكور. قدروا نصوروك تما عليه؟ ما حدش يبيع داكور. هاوليك مول السلعه مول الشيء. انت شحالك طالب؟ طالب له 55 باه. 5 ملايين و500. قال لك راني طالب 5 ملايين و500. راك راضي ولا لا؟ لا مانيش راضي. ما راكش راضي. نربح ماشي حد نخسر. انت ما عرفش يبيع. داكور. وانت شحال قلت له؟ شحالك طالب؟ قلت له 55. قال لك 55. انا ما نعطيكش عليها 55. 52 روح الله يرحمك. 52. قال لك 52. بيعها له ب 54 كي حضرت الكاميرا مان. داكور. قال لك كي حضرت قناه دنيا تي في نحسبها لك ب 54. تشركني تشركني انا نشركك بالدعاء باش ربي يسهل لك ان شاء الله يا رب سهلنا كاع المؤمنين كاع. انا هاني قلت لك انا نعاونك بالدعاء. لا 52 الله يربح. داكور. وكيفاش دوكا درنا؟ الا ما زادش ما درت والو. داكور. قبل نقسم بيناتنا حتى الله يربح. أو قالك قسمها 53. روح الله يربح. الله يبارك. إذا مشاهدينا كما شفتوا قناة دنيا تي في دخلت في البيع بين البائعين هادوما الحمد لله متفاهموا. داكور. مول السلعة باع مول السلعة باع والشاري شرا. قل للمتابعين شحال شريت السعر. شريت 53. هاد السلعه اللي راكم تشوفوا فيها 14. اها شراها ب 53. هنا كاين 14 خروف. 14 خروف. وهاد الخرفان جاونا من ولايه المنطقه الجلفه. هاد السلعه جلفاويه. كل شيء مبروك خويا العزيز. هكا وانت ربي يبارك في مالك ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ربي. اذا متابعينا عرض جديد. هاد الكبش سداس العمر تاعو هاو يشوف فيكم على المباشر. والسيد عطى ساومه هنايا راه مورايا السيد ساومه 7 ملايين. هاولي 7 ملايين وما حبش يمد لنا راه باقي كبش 7 ملايين. مين جيتنا؟ ما بالكور بالكور. داكور. هذا عياده ولا تعاود البيع؟ عياده 7 ملايين ما حبش يبيع راه وقالع العطش. داكور. قل لي يا اخي الكريم انت شحال راك طالب؟ احنا ما ندخلوش هذا الشيء بيناتكم. طالب 9 ملايين ان شاء الله. والله ما سمعنا. شحال راك طالب؟ 9 ملايين ان شاء الله. 9 ملايين. قال لكم راني طالب 9 ملايين في هذا الكبش سداس اللي جانا من ولايه المنطقه بيرين. بيرين. هذه سلعه البيرين الجلفه. 7 اذا مشاهدينا عرض جديد راه معطيين 58 هنايا. هادو ما خرفان ماشي مبدلين مازال ما بدلوش. هاد السلعه جاتنا من ولايه المنطقه هذه جلفه. هاد السلعه جلفاويه. كيباش الجلفه وكيباش البيرين والدوائر الخاصه بولايه الجلفه راهي دايره حاله اليوم بسوق الجلفه. نذكر المتابعين والمشاهدين المشاهدين الجزائريين والمشاهدين العرب والجاليه الجزائريه انه الان انا متواجدين بسوق البيرين. التغطيه راهي مباشره وحصريه. هذا اخر سوق لمدينه البيرين. إذا متابعينا هنا عندنا خرفان هذوما رخلات العمر تاعهم هو 5 أشهر هكذا 5. شحال معطين هنا فيهم؟ 2 ملايين و50. راه معطين 2 ملايين و50 في الخروف هنايا بسوق البرين لولاية الجلفة. والبيع هنا راه يقول شحال؟ 2 ملايين و500. راهو طالب 2 ملايين و500 في الخروفة. العمر هو 5 أشهر.
قل لي تخلي لي رقم الهاتف تاعك. متابعين الصفحة تاعك. اها الله يبارك. هذا من هذا من المتابعين تاع القناة تاعي، نرحب به. قل لي تخلي لي رقم الهاتف تاعك. احنا كنا نبيعهم خلاص. ما تخليش. لا بقى معليش معليش.